أن يجود المرء بالصدقة في سائر الأحوال، فإن وسع الله عليه فيعطي جزيلا، وإن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله وبحسب الحال، إن اقتنع من حال السائل أو المسكين زاده، وإن ظن أنه يحتال أو كذا أعطاه شيئا يسيرا. فالصدقة في جميع الأحوال لا تنقص المال بل تزده، لأنها تحل به البركة وتدفع عنه الآفات وتقي صاحب المال شر المال، ويكسب بها دعوة صالحة للمتصدق عليه، ويتصف بوصف الجود والسخاء، والله يحب أهل الجود، جواد يحب الجود. فلذلك المسلم ينبغي ألا يفوت مناسبة الصدقة. أقل الأحوال لو التمس جيبه ولم يجد شيئا قال كلمة: الله يعطينا وإياك، الله يرزقنا وإياك، الله يقضي حاجتك، دعا متضرعا صادقا أن يقضي حاجة المحتاج، فيكون تصدق، لأن الكلمة الطيبة صدقة. فلا يفوت الصدقة أبدا بمناسبتها، حتى لو أنه مطمئن إلى حال المعترض له المسكين أو السائل فإنه يعطيه يسيرا، يعطيه يسيرا، أو يعلم الله من قلبه أنه لو علم صدقه لأعطاه، يكون الإنسان متصدق على الدوام، وربما رب ريال واحد يقع موقعه يعدل مليون، لأن الريال من الفقير يعدل الألف من الغني، لأنه لا يجد إلا جهده، هذا اليسير ليملك. فالصدقة لا تنقص المال بحال، وإنما تزيده، تذهب شره وتحل البركة فيه وتنميه وتزيد إيمان صاحبها وتنمي المسكين والآخر. فالصدقة شأنها عظيم، ويكفي أنها تدل على صدق الإيمان وعلى صدق ود أخيه، لأن المؤمنين إخوة، هذا برهان صدق المودة والأخوة الإيمانية، ولذلك سميت صدقة، لأنه يعني تصدق الإيمان وتصدق الود بين المسلمين، ما نقصت صدقة من مال.